كله سألني على توريد الشفايف، ما تسمعوش كلام الخلطات اللي بتحصل على النت، ما تسمعوش اي حاجة. توريد الشفايف في العلبة دي، في البتاعة دي سعرها 225 جنيه من نكس. انا عارفة ممكن تكون غالية لبعض الناس، بجد هتلاقي الفرق مش طبيعي لما تجربيه. دي حاجة حلوة جدا جدا، كتير قوي، بيكفيك كتير قوي، تقريبا نص السنة يعني. انت بتحطي تنتوفة منه قبل ما تنامي فالموضوع بينتهي، وتلاقي شفايفك ما فيهاش قشف، وفي نفس الوقت يعني ناعمة جدا، وبامبي جدا 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 اللون اللي انت حباه، لانها طبعا بتسمر من الشمس. وبتحطيش على شفايفك كريم شمس لو انت نازلة، او بتحطي روج، فالروج بيتأكسد مع الشمس وبيغمق شفتك. فانا انصحكم تحطوا ده قبل ما تنزلوا، او تحطوا كريم الشمس، فتلاقي شفتك رجعت لطبيعتها تاني ومفيش غمقان خالص. متنسوش تعملوا لايك للفيديو. باي.